يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صباح سوري. يقول السباعي: الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. صباح العمل بإخلاص ومحبة، ويسعد صباحك محمد. يسعد صباحك آلاء، صباح الخير، ويسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. ومع بداية يوم جديد بنتمنى لكم كل الخير والبركة والصحة والسعادة، وبنبدأ سوا مشوارنا الصباحي بأبرز العناوين. مع شعب بيحلم بتمثيل سوريا دولياً بالكاراتيه رح نبدأ مشوارنا الصباحي لليوم. منه رح ننتقل لأهلنا بالمخيمات ومعاناة النساء بالغسيل، ثم مع عادة طقطقة الأصابع، الختام مع البطالة والعلاقات الأسرية. حلقتنا فقرات منوعة، نحن معكن على الهوى، كونوا معنا. في ظل الوضع بسوريا وتدهور الحالة الاقتصادية بالعموم، عدد كبير من الأشخاص فقدوا أعمالهم وصاروا عاطلين عن العمل، وهالشي بينعكس بشكل أو بآخر على العلاقة الأسرية وسؤال حلقتنا: ما أثر البطالة على العلاقات الأسرية؟ نعم، أكيد مشاهدينا لتشاركونا بآرائكم تقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مشاهدينا، فقرتنا الأولى لحلقة اليوم رح نبداها مع الرياضة ومع يافع سوري حلمه أنه يمثل منتخب سوريا ببطولات عالمية في رياضة الكاراتيه. نعم آلاء، علي شاب سوري وخلال عمر صغير قدر يحضر العديد من البطولات وفاز بعديد من الجوائز. الملفت بقصة علي أنه سر النجاح كان هو دعم أسرته. صحيح محمد، مدرب علي هو والده يلي اكتشف موهبة ابنه بعمر مبكر وعمل على تنميته، علما أنه الأب أيضا بطل في المصارعة. تفاصيل أكثر خلونا نشوفها بالمادة التالية. اسمي علي مصطفى الحميدو، عمري 15 سنة، صار لي بالضبط 9 سنين. بلشت من عمري 6 سنين كاراتيه، أول بطولة شاركت فيها عمري 7 سنين، حققت فيها المركز الأول. بلشت تأسيس اللي هو بدني عمري 3 سنين ونص، شوي شوي هيك بلشت كاراتيه. دخلت بالكاراتيه كان عمري 6 سنين، دربت 6 شهور. بعدها 6 شهور كان في بطولة مملكة بالسعودية، الحمد لله شاركت فيها وجبت المركز الأول. أنا بتدرب اليوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. الصبح بتدرب ساعتين ونص، وبالليل من ستة للسبعة ونص هاي ساعة ونص. حميدو من سوريا، من ريف حماة سهل الغار، مدرب كاراتيه دولي معتمد الحمد لله رب العالمين، مدرب فنون قتالية مختلطة، بطل جمهورية سابق مصارعة. بالنسبة لعلي، علي من خلق هو يعني سبحان الله طفل موهوب. بلشت معه تقريبا تمرين من عمر 3 سنوات، كانت مرونته كثير عالية من هو صغير يعني، فركزت كثير على موضوع الإطالات وفتح الحوض. كان متميز بالقوة البدنية من صغره، بعدين لما كبر شوي حسيت ميوله تجاه الرياضات الحركية. فأنا بدايتي كانت مصارعة، بعدين بلشت بموضوع الكاراتيه وتخصصت بعدين بالميكس مارشال أرتس فنون قتالية مختلطة. حبيت أني أبلش برياضة الكاراتيه تحديدا، لأنه رياضة الكاراتيه أنا بعتبرها هي المنبع والجذور الرئيسية لأي رياضة قتالية تانية. وجهته باتجاه رياضة الكاراتيه،
وسبحان الله كان مبدع فيها، يعني ما خاب ظني فيه أبدا، كان مبدع فيها من بداياته. اتمرن معي ومع الكابتن حمادة قيسوني، شاب صديق وأخ كثير عزيز علي، مدرب دولي في مصري في السعودية، لأنه إحنا مقيمين في السعودية كنا. فكتير ساعدني موضوع علي. أول 6 شهور تمرن مع الكابتن حمادة، حقق بطولة المملكة العربية السعودية خلال 6 شهور تمرين. فكان ولد كتير موهوب يعني، ومن هون عرفنا أنه لازم نوقف وراه وندعمه، وله مستقبل بطل كبير يعني. عنا تقريبا بحدود 50-52 بطولة الحمد لله رب العالمين، الجزء الأكبر منهم كان في السعودية. وصلنا لسقف معين أنه علي كونه أجنبي في بطولات ما له الحق أنه يشارك فيها، وهذا شيء بيتبع القانون تبعهم يعني ونظام الاتحاد السعودي، ما فينا نلومهم يعني. صارت تجينا دعوات لمشاركات في دول خارجية يعني، ما نقدر نشارك لأنه علي أجنبي ما بيقدر يشارك، أو منتخب مين بدي يمثل أو يعني. فكانت عنا عقبة. سمعنا أنه الوضع في تركيا أسهل وأبسط، فانتقلنا من السعودية على تركيا. السبب الرئيسي هو علي ليكمل مشواره، وطموحاتنا يعني أكبر بكثير من أنك تكون أنت بطل مملكة أو بطل محلي يعني. فحبينا نخوض هالتجربة، والحمد لله رب العالمين ما خاب ظننا بالله. الله سبحانه وتعالى أكرمنا، أول جيتنا لهون خلال يعني خلينا نقول شهور بسيطة، 2 أو 3 شهور حققنا أول بطولة هون على مستوى المحافظة، محافظة غازيانتاب. منها بعدين أهلتنا هالبطولة لبطولة الولايات الجنوبية على مستوى الولايات الجنوبية في تركيا، وبعدها تأهلنا للجمهورية وحققنا مركز ثاني على مستوى الجمهورية الحمد لله رب العالمين، بفضل من الله وتعب واجتهاد وتمرين وساعات طويلة يعني. طموحي كمدرب ما له حدود، طموحي إن شاء الله أنه يكون عندنا أبطال غير علي يعني. نحن الصالة ما هي قائمة بس على علي، طموحنا إن شاء الله ومخططنا لأبعد من هيك بكتير. بس ما أخفيك، أنا تجربتي الأولى كانت هون في تركيا، أو جيتي الرئيسية على تركيا كانت هي مشان علي. ففكرة إنشاء الصالة، نحن صالة ما لنا نادي، النادي هو بيكون عبارة عن نادي متكامل. نحن صالة رياضية متخصصة بالفنون القتالية، مخصصين الفترة الصباحية لأخواتنا ويعني وأهلنا فئة النساء، بعدين عنا فترة العصر نستغلها للأطفال، والفترة المسائية بندرب فيها الشباب الكبار. وجود الصالة كان في البداية هو دعم لعلي، لأنه أول ما أجينا كنا نتعذب وين بدنا نتمرن، ما نلاقي يعني. عائق اللغة كان قدامنا، عائق يعني في عوائق كتيرة ما حاب أدخل فيها بصراحة واجهتنا. ففضلت أنه يكون عنا صالة خاصة، الهدف الرئيسي منها كان بداية علي. بعدين في ناس كتير شجعونا على الفكرة والتزموا معنا، وفي يعني لقيت عنا خامات فينا ميزة نحن سبحان الله كشباب سوريين أو حتى الأطفال السوريين. مواهب بالفطرة، في عنا مواهب بالفطرة يعني، في عندك أنت خامات ممكن تصنع منها أبطال، بس بدها الدعم والتركيز يعني. أنا خليني معلش أطول عليك شوي، مقومات البطولة كتيرة، بس أهمها 3 أركان. خلينا نقول الموهبة في الدرجة الأولى، وهذا موجود عند أغلب الأطفال السوريين وين ما كانوا في أي بقعة من بقاع الأرض، وجربت وشفت يعني في سوريا وخارج سوريا. الركيزة الثانية هي الأهل وولي الأمر، والدعم من ولي الأمر هو الأساس. يعني الركن الثالث هو المدرب. فأنت إذا عندك ولد موهوب وولي أمر مهتم وداعم ابنه، ممكن توصل حتى لو كان مدربه إمكانياته على قده. لما يكون عندك طفل موهوب وأهل دايرين بالهم على حالهم وداعمين الولد وواقفين وراه وملتزمين في التمرين ومدرب كويس، بعد توفيق رب العالمين لابد ما يوم من الأيام أنه الولد يوصل ويعني ويستلم طريق النجاحات بإذن الله. شخص دعمني اللي هو والدي الكابتن مصطفى حسن الحميدو. طبعا والدي كان يعني من قبل مدرب ولاعب بنفس الوقت، له بمجال الرياضة 25 سنة يعني، لمدة 25 سنة هو لاعب ومدرب. بلش أول رياضة فيها مصارعة،
هو اللي حفزني، بلش معي من عمر 3 سنين لحد الآن والله الحمد لله. تحية بوجهها للكابتن حمادة قيسوني، الكابتن الدولي بالنسبة لي والكابتن العالمي، والكابتن الآخر كابتن عمر العلي. الكباتن هذول الاثنين لهم كثير فضل علي يعني بالرياضة بشكل عام وبالكاراتيه. هنن اللي دربوني، هنن اللي علموني، وهن اللي دخلوني كمان على البطولات. طموحي بإذن الله، طبعا أنا يعني ولد سوري، ما شفت سوري أبدا، عشت كل حياتي متغرب اللي هو بالسعودية وتركيا، ما عشت أبدا بسوريا ولا شفتها أبدا. حلمي بإذن الله يوم من الأيام أنه أمثل المنتخب السوري، يحق لي أنا كلاعب سوري أو من سوريا أنه أشارك بمنتخب تبعي، بالمنتخب تبعي. حلمي بإذن الله لما أرجع سوريا أشارك بطولة ومثل منتخبي أنا، منتخب سوريا، مو منتخب تركيا، منتخب السعودية. حلمي أمثل سوريا. أكيد بدنا نتمنى كل التوفيق لعلي بمسيرته الرياضية. ومشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع فقرات صباح سوري لليوم، خليكم معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري، ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة، نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزا على رأس الساعة ومفصلا بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين. كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم، ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية، لتكون حلب اليوم بوصلة الخبر والصورة. جدد الترحيب فيكم مشاهدينا، منذكركم بسؤال الحلقة لليوم هو حول أثر البطالة وتوقف الأعمال على العلاقات الأسرية. أكيد للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. طقطقت الأصابع من العادات المنتشرة بين أغلب الناس، وحتى أنه في أشخاص مدمنين عليها، غير أنه في أسباب أخرى تدفع البعض لطقطقة أصابعه مثل الشعور بالتوتر أو الخجل. نعم، أو حتى أنهم بيشعروا بالراحة وقت يسمعوا صوت الطقطقة. بس يا ترى هل الطقطقة الأصابع مضرة؟ لنعرف أكثر خلونا نتابع المادة التالية ونرجع لنبدأ حوار.
مشاهدينا، للحديث اكثر عن هذا الموضوع بستنى نرحب بالدكتور عبد العزيز الصالح، طبيب جراحه عامه. يسعد صباحك دكتور. استاذ المشاهدين اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا دكتور. يعني هلا كلياتنا بنحب نطقطق اصابعنا، او مثلا وقت اللي بنكون بحاله من التوتر او مثلا من الخوف احيانا، لو تخبرنا شو بيصير لما بنطقطق اصابعنا؟ خلينا نحكي يعني عن موضوع العظام والمفاصل كلمتين يعني. تفضل. في جسم الانسان 206 من العظام، وهناك 360 مفصل. المفاصل هي تتم بين العظمين، يعني سطح المفصل الداخلي من كل جهه ملبس بغضاريف بالطرفين، وهناك سائل زليلي بين العظمين او بين الغضروفين ليمنع الاحتكاك وسهوله الحركه يعني. طبعا والمفصل مغلف باربطه منه للتثبيت ومنه للمحافظه على الحركه المفيده يعني. الطخطخه شلون بتصير؟ لما بصير تمدد بهي المسافه خاصه بطريق يعني بشكل مفاجئ يعني، فبالتالي يحدث هناك فجوه غازيه او يعني خلينا نسميها فقاعه، اما تكون من CO2 او النيتروجين. اثناء التمدد يصير هذا الفراغ او الفقاعه، اثناء العوده بتنفجر وبالتالي يصير هذا الصوت يعني. تماما. هي شو كتقطع طبعا طبيا نسميها الفرقة يعني. طبعا كل المفاصل بطريقة ما قابلة للفرقة يعني، من عظام الرقبة للظهر للمفاصل الطرفين العلويين الطرفين السفليين، كلها قابلة للحركة وللتقطع. نعم دكتور. طيب هو شو السبب لحتى بيشعر الإنسان بالراحة وقت اللي بتصير الطقطقة؟ يعني بيعطي شعور بالراحة؟ هون في عاملين، اما عامل نفسي سماع الصوت او اجراء يعني عده حركات يعني تلهي عن تفكير ما، او نفس الحركه هي بتعرف خاصه مثلا في الصباح بعد يعني ساعات من العمل ممكن يصير عنده شيء نوع من التيبس او التحدث، فلما يعمل طقطقه بصير في نوع من الراحه يعني النفسيه. طيب دكتور، انه اليوم هي الطقطقه ممكن تاثر على المفاصل؟ ها، في تجارب ودراسات اجريت على هذه القضيه، واهمها طبيب يعني خلال 50 سنة من عمره حاول يطقطق الطرف اليد اليسرى بشكل يومي مرتين. فبعد 50 سنة اكتشف انه ما في اي اشكاليه مرضيه تمت او تحول او تغير او مرض ما في المفصل اليد اليسرى، مقارنه طبعا باليد اليمنى بعد اجراء تصاوير وتحاليل طبيه يعني. يعني ما ممكن دكتور انه تسبب يعني اي ضرر. طبعا في نرجع لإحصائيات يعني، من كل 54 شخص في العالم هناك 24 شخص يطقطق يعني مفاصله بشكل يومي، طبعا مو بس الايدين، اي مفصل في الجسم. هذا الموضوع كنت بدي ركز عليه امام هذه الاحصائيه التي يعني تقارب 50% من البشر. لو كان في مع عشرات السنين ووجود الاحصاءات ووجود التقنيات الطبيه لو كان في يعني امراض يعني تسببها هذه الطقطقه لكان ظهرت يعني وتم احصائها وصفها. دكتور، هذا الموضوع كنت بدي ركز عليه مع حضرتك، انه في اشخاص مثلا بيطقوا رقبتهم او مثلا ظهرهم، فهذا الموضوع ما ممكن يكون له اثار جانبيه؟ طبعا لما تكون الطقطقه بشكل يعني خفيف وما تكون يعني بشكل دائم بشكل يومي وما تكون عنيفه، طبعا لما تصير عنيفه ممكن تسوي الام، ممكن تسوي تورمات يعني، ممكن تسوي مشاكل عند الناس اللي عندهم تلين عظام، عندهم مشاكل بالغضاريف يعني، ممكن تسوي تمزق اربطه وبالتالي راح يحتاج لمساعده طبيه يعني ضروري. تمام دكتور. طب بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ادمان على موضوع الطقطقه، سواء طقطقه الرقبه او فقرات الظهر او الاصابع، كيف ممكن تجنبا يعني لما يصير معهم مشاكل بالمستقبل، كيف ممكن يقدروا يتخلصوا من هالحاله؟ هو الافضل لا شك تركها يعني، والاقتناع يعني بشكل يعني طبي صحي انه هاي يعني قضيه غير صحيه، لكن اذا كان يعني واقع في هاي الاشكاليه ممكن يعمل رياضه يوميا
مثل 30 دقيقة صباحاً 30 دقيقة مساءً، ممكن يلف إيديه برباط ضاغط يعني فترة الاستراحات، فترة ما يكون في عمل، بحيث أنه يحاول ينسى هاي القضية. الدكتور عبد العزيز الصالح طبيب جراحة عامة، بدي أتشكرك على هي المشاركة اللطيفة من حضرتك وللحديث عن طقطقة الأصابع وأضرارها. شكرا لكم أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا مشاهدينا، رح ننتقل لسوريا والحفاظ على النظافة، موضوع بهم جميع رجالا ونساء على حد سواء. فقرتنا التالية رح نسلط الضوء على موضوع الغسيل. يا ترى في حدا فكر شي يوم أهلنا بالمخيمات كيف بيغسلوا أغراضهم من تياب وملايات وشراشف؟ وقديش في معاناة غير محسوسة أو يمكن غير مرئية حتى بتعاني منها النساء على وجه الخصوص. صحيح محمد، الحياة بخيمة يعني فقدان أبسط مقومات الحياة، ويلي بتجر معها تفاصيل متعبة. زميلنا منصور صبرة رصد بتقرير مميز مثل العادة، منتابع سوا. غسيل الملابس وتنظيفها في مخيمات النزوح مهمة شاقة تقع على عاتق السيدات وتستنزف الكثير من الجهد والوقت. هنا إحدى المسنات النازحات إلى مخيم بريف إدلب تعتمد على يديها المتعبتين في تنظيف الثياب، أسلوب بدائي فرضه واقع النزوح وصعوبة تأمين الغسالات والطاقة الكهربائية. الله لا يهني اللي هجرنا ولا يوفى، والله مية ما عندنا، غسيلنا على يدينا، دول غسيل مشترى، المي مشترى، وكلتهم ما عدناش. أنا حرمة عمري يجي 80 سنة وما عندي شيء، ويعني تواليتات ما بي، وإحنا نسوان. جهود النازحين في الحفاظ على نظافة مخيمهم وأطفالهم تعترضها عقبة كبيرة في تأمين مواد النظافة والمياه، فشح الدعم عن هذا القطاع يجبر الأهالي على شراء صهاريج المياه بمبالغ كبيرة، ما يضطرهم للتقنين في استخدامها، كما ساهم غياب شبكات الصرف الصحي النظامية في عدم توفير بيئة نظيفة وصحية. يا أخي شوف وريحة وبق، يا أخي انضرب وضع المهجرين، ولك والله حرام، الله وكيلك في عالم تركت خيمه وهربت، واحنا ناشدكم ما خلينا جهه، كل مره على جهه يقول رفعنا كتاب، رفعنا كتاب، وصار لنا شهر على الحاله. ذبحتنا الريحه والباق وعندنا اولاد مرضوا. مخاوف كبيره لدى النازحين من انتشار الامراض والاوبئه بين اطفالهم في ظل ارتفاع درجات الحراره وقله المياه النظيفه، وانتشار السواقي المكشوفه لتصريف المياه المستخدمه، والتي يعتبرها الأطباء سبباً رئيسياً لأمراض عدة كالإسهال والتهاب الكبد الوبائي واللشمانيا. قلة المياه وانعدام المساعدات المخصصة للنظافة وغياب شبكات الصرف الصحي عن المخيمات ظروف زادت من معاناة المرأة السورية في مخيمات النزوح. من ريف إدلب الشمالي، منصور صبرة، حلب اليوم. عن جد هلا الوضع فعلاً لا يوصف، يعني فعلاً اللي عايش الوضع مو مثل اللي اكيد محمد، يعني الله يكون معهم ويصبرهم، وان شاء الله الجهات المختصه والمعنيه بهذا الامر يلاقوا حل. يعني لو كان حلول بسيطه، بس المهم انه الاهالي يطلعوا من هذا الوضع في اللي هن فيه حاليا، لانه هذا شيء يومي يعني ما له اني، وخاصه انه في اطفال وفي نساء يعني، وممكن عم بياثر عليهم كثير هذا الموضوع على صحتهم يعني. صحيح صحيح. هلا مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل مع مجموعة من الأخبار المنوعة ومشاركاتكم، خليكم معنا. نرصد الأخبار ونتابع الأحداث، نضعها على الطاولة ونحللها بعمق، نحاور المسؤولين ونسائلهم.
نعمل على كشف ما اعتراه الغموض لنقدمه لكم في ثنايا الخبر. تابعونا في الأوقات التالية. مرحبا فيكم مشاهدين عن جديد ومكملين معكم مشوارنا الصباحي. أثار فيديو اليوتيوبر السوري سياماند وزوجته شهد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد كشف جنس طفلهما الجديد على أهرامات بمصر. سياماند هو شاب سوري يعيش مع زوجته العراقية في السويد، ولديهما قناة في اليوتيوب ينشران من خلالها مقاطع لحياتهما الخاصة ويومياتهم، بالإضافة إلى بعض التحديات، ولديهما ملايين المتابعين. الزوجان ظهرا بالفيديو وهما يعلنان عن تحضيرات حفل كشف جنس المولود على الإهرامات، كما ادعوا أنها استمرت أياما طويلة. نعم، لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، حيث نفت شركة مصر لعروض الصوت والضوء توفر خدمات لحفل تحديد جنس المولود، ليتبين بعد ذلك أن اليوتيوبر السوري استغل بداية أحد العروض التعريفية عن الأهرامات واقتطع مشهد الإضاءة باللون الأزرق، مدعيا أنه حفل خاص بتحديد مولود جنس تحديد جنس مولوده. طبعا سياماند وشهد هن مو أول يوتيوبرز بيعتمدوا هاي الطريقة لكشف جنس طفلهما. فاليوتيوبرز أنس وأصالة سبقوا وأعلنوا عن جنس طفل على برج خليفة. نعم، شو رأيك؟ ايه الوضع كتير زاد عن حد ما. تماما، هي صارت سباق وتقليد، انا شو بعمل انت بتعمل يعني، وطلعت بالاخير كذب. تماما، هي هون يعني. طب يعني هنا شو الشيء جابرن انه يكذبوا على متابعينهم كون عندهم هدول الاعداد الهائلة؟ اللي انا صراحة اول مرة بسمع فيهم يعني. بالفيديو اللي ظهر من كم يوم لإلهم، والله هو الشيء اللي جابرن قال مشان يجيبوا مشاهدات ويحصل. بس طلعوا كذابين. هاي الصراحة. ايه ما هي هيك، ما هي كلها هيك. يعني هو الفكرة انه من وين كل فترة عم يطلعوا هدول اليوتيوبرز ويكون عندهم ملايين المتابعين؟ كمان هو فعلا هذا سؤال لازم. يعني انا صدقا اول مرة بسمع بهدول اليوتيوبرز، يعني شو هن المحتوى اللي بيقدموه؟ انت سامع فيهم قبل؟ لا والله بصراحة. بس المشكلة هي طول ما عم تزداد البرامج او التطبيقات اللي هي، فمعناتها كل ما لسه رح نشوف الخير لقدام. خلونا مشاهدينا نروح لخبرنا الثاني، لسيدة عمرها 100 عام دخلت موسوعة جينيس كأكبر رباعة في رياضة حمل الأثقال بالتزامن مع عيد ميلادها. طبعا الأمريكية أديث موراي أبهرت الجمهور والحكام برفع أثقال يتراوح وزنه بين 18 68 كيلوغرام، وبحسب جينيس فإن أديث اضطرت إلى التوقف بسبب كورونا، ولكنها متحمسة جدا للعودة إلى صالة الألعاب الرياضية للمنافسة مرة أخرى. وكانت أديث تبلغ من العمر 98 عام خلال بطولة الأخيرة عام 2019. نعم أنا الله يقوية. قديش فيك؟ كم كيلو فيك تشيلي؟ يا ترى ضروري الاحراج على الهواء محمد. مشاهدينا خلينا نروح كمان، تداول ناشطون مقطعا مصورا على السوشيال ميديا يظهر انتظار عشرات المواطنين في طابور للحصول على قوالب ثلج من اجل الحصول على مياه شرب بارده في ظل ارتفاع درجات الحراره.
في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. أما قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بتحديد أسعار قوالب الثلج فجأة ليزيد الطين بلة، حيث بلغ سعر لوحة الثلج الواحد بوزن 16 كيلوغرام 2000 ليرة سورية كمبيع للمنتج، ولتاجر الجملة 2200 ليرة سورية للمستهلك. الله يخفف عنهم، يعني ما طالع بإيدنا أنه نقول أي شيء تاني ولا نعمل أي شيء تاني. ممكن عليهم المثل تبع سجل على لوح البوص. تماما. مشاهدينا وصلنا للفقرة المفضلة عند أصدقاء البرنامج، وهي الفقرة المخصصة لمشاركاتهم، ومنبدأ بأول مشاركة لليوم وهي من صديق البرنامج عبد الله الرشيد، ويلي حضرنا مجموعة صور من مدينة عزاز من تابع سو. قصي خالد الخلف صديق جديد لبرنامج صباح سوري، وحب يشاركنا كمان بصور قديمة لحاس بإدلب ويلي التقطها طبعا قبل سيطرة قوات النظام عليها. خلونا نتابع الصور سوا، وعلى أمل نستعيد كل شبر بسوريا لصالح أهلي منشوفه. أكيد بدنا نتوجه بالشكر لقصي وعبد الله يلي شاركونا بهي الصور الجميلة من مناطق بسوريا. مشاهدينا منذكركم بسؤال الحلقة، وهو حول تأثير البطالة على العلاقات الأسرية. أكيد المشاهدين اللي تشاركونا بآرائكم تقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مكملين معكم، وبعد الفاصل راح نكون مع قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة، انتظرونا. الله أكبر، سيّنوا
نرحب فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة واللي هو حول البطالة والعلاقات الأسرية. التعليق الأول من رقية إبراهيم عم بتقول: ممكن الأطفال تنحرم من التعليم ويحاول الطفل يساعد أهله ويشتغل بظروف غير مناسبة، فبالتالي بتزيد عمالة الأطفال، والأب لأنه ما عم يشتغل ممكن يصير عصبي ويصير حالات تعنيف للمرأة والأطفال وممكن يؤدي للطلاق. أما أو إذا الأب مانه من النوع المعنف بيدخل بحالة اكتئاب وبيشوف حاله ما كافي عائلته، رح يسبب له شعور بعدم النفع. للأسف البطالة مفتاح الشر أنا بعتبره. وعندنا تعليق من أمير رضوان قال: إذا الرجل عاطل عن العمل بمجتمعاتنا ينظر إليه وهو ينظر لنفسه على أنه وجوده مشكلة، وفي حال كانت زوجته تعمل وتصرف عليه وعلى البيت يمكن يدخل بأزمة نفسية، بين قوسين مثل ما صار مع سامر المصري بمسلسل رجال تحت الطربوش لما حط الأحذية حواليه وعمل إضراب بالصانع. في عنا تعليق آخر من زميلنا أنس محمود ليلى عم بيقول: الحالة الاقتصادية لها تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية بشكل عام وعلى العلاقة الأسرية بشكل خاص، فتلبية احتياجات الأسرة يمنح الأخيرة الاستقرار. طبعا مشاهدينا هيك بتكون خلصت التعليقات معنا على هذا الموضوع، وبدنا نرحب بالباحثة الاجتماعية وضحى العثمان للمناقشة. يسعد صباحك أستاذة وضحى. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يا أهلا وسهلا أستاذة وضحى. اليوم في كتير من الأشخاص بيفقدوا عملهم لسبب ما أو ما بيلاقوا فرصة عمل. نحن طرحنا الموضوع على صفحة القناة الخاصة وشفنا التعليقات وسمعتيها، شو رأيك معنا بالتعليقات من جهة، وشو رأيك أنت بموضوع البطالة، هل ممكن يأثر على العلاقات الأسرية؟ هلأ في مجتمعاتنا نحن دائما في نظام اجتماعي بيحكمنا، وبالتالي كل أزماتنا تقاس على هذا النظام اللي بيحكمنا. احنا تعودنا في مجتمعاتنا انه دائما الرجل هو اللي بيكفي البيت اقتصاديا، فهو المسؤول عن كل حاجات هذا البيت. فبالتالي هذا النظام اللي احنا متعودين عليه من سنوات، لما بصير في خلل بسيط انه هذا الرجل غير قادر انه يأمن احتياجات بيته، فبتصير عنده هذا الشعور بالنقص الشديد. ودائما الشعور بالنقص بيتبعه قضايا كتير، يعني بيصير اي تصرف من الزوجي او من الاولاد او اي كلمه بقصد او بدون قصد بيعتبرها هي انقاص منه، اذلال لإله. ممكن يوصلوا كثير اشخاص لوضع ممكن يفكروا بالانتحار. بس يعني القضيه انه نحن ما تعودنا انه نعيش في مجتمعنا انه الرجل، يعني في كثير مجتمعات الرجل والمرأة من بداية حياتهم يتقاسموا كل الأعباء الاقتصادية للبيت، مع احترام حقوق الطرفين طبعا. فلما بتجي حالة البطالة، طبعا هلأ نحن مجتمعاتنا السورية في أزمة فظيعة، يعني سواء كان الناس اللي في الداخل أو في الخارج، وإجت الأزمة الموجودة حاليا، والرجل اعتاد يعني أمام أهله أمام مجتمعه أنه هو لازم يكون صاحب القرار. والقضية الأصعب إنه في بعض الزوجات بيكونوا عندهم هذا اللؤم الموجود، إنه في يوم من الأيام لما كانت الظروف منيحة أو لما كان هو يشتغل كان نوعا ما ممكن هو أزواج بطبعهم بخل، أزواج بطبعهم بحبوا التقليل، أزواج راسمين خطة ليلة يحموا بيتهم اقتصاديا، فبتعود لما هي بتشتغل بصير تتحكم فيه بنفس الطريقة، لحتى توصلوا لمرحلة إنه تحسوا إنه أنت ولا شيء، أنا يعني اللي عم دير هذا البيت فأنت عبارة عن رقم موجود. وهاي القضية كتير صعبة يعني على النفس، يعني ممكن تأدي لأنه يكره أولاده ويكره زوجته ويكره كل شيء، ممكن يوصل فعلا لمرحلة ممكن يفكر فيها بالانتحار، لأنه القضية هي ما هي قضية بس إنه وجع نفسي، يعني وجع يتبع لقضايا خارج المنزل مو بس بالمنزل، هيبته أمام الناس اللي بيصير مثلا تتناقلها الأنسل. هيك مجتمعاتنا يعني بشعة جدا، أنه هو موجود في البيت زوجته عم تصرف أبنه عم يشتغل كذا، هاي القضايا إسا يعني بتعمل ارتدادات أصعب بكتير من القضية لو كانت محصورة ضمن البيت وما حدا عم يعرف شو عم بيصير في حياتك أنت وعائلتك. طبعا في حق كتير كبير على الزوجات انه كيف يديروا هاي الأزمات بالطريقة الصح. نعم أستاذة وضحى. طيب تفاديا للشرور، هلأ مثل ما شفنا بأحد التعليقات ورد أنه البطالة هي مفتاح للشرور، نحن تفاديا لوقوع
خلينا نسميها الكوارث اللي ممكن فعلا انها يعني تؤدي لمطارح جدا سيئة. شو بيترتب على الطرف الثاني في حال كان الزوج عاطل عن العمل؟ يعني الزوجة شو كيف بدنا ننصحها؟ يعني كيف بدنا تتعامل مع هالحالة يعني لحتى تقدر تتحافظ على الأسرة؟ صراحة في قصة هيك من فترة أنا عم بقرأها إنه زوجي زوجة متوفة من سنوات، اعتادت إنه تحط المصروف تبع البيت في أحد الجواكات اللي كانت لزوجها تعلق في البيت، تحط في جاكيت زوجها مشان لما أولادها يطلبوا منها مصروف أو يطلبوا منها شيء فتقول لهم بجاكيت البابا يعني موجود هون تفضلوا خذوا مصروفكم. يعني نحن المرأة ظاهريا الرجل هو بدنا نحكي إنه هو اللي عم بيدير المجتمع، بس حقيقة المرأة هي بتدير المجتمع. لما بتكون المرأة ذكية بالقدر الكافي قادرة تحافظ على بيتها وعكاية، لأنه المتضرر الوحيد هي، يعني سواء كان أولادها تأذوا نفسيا من هذا الوضع وزوجة تأذى فهي المتأذي الأول والأخير هذا البيت. الناس التانين اللي عم بيحاولوا بيبيعوها مثاليات وأنه أنا زوجي عم بيعمل كذا وزوجي عم يشتغل كذا، هو رزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن كل الناس تمر بهاي الأزمات، فهون بوقع دور المرأة هي إن هي تكون قادرة على إنها تحمي بيتها بشكل صح، حتى لو اشتغلت، حتى لو يعني هي تحاول حتى لو أولادها تصدر لهم إنه هذا المال اللي أنا عم بشتغله بجيبه، بس مو بس مالي، إنه كان بابا مدخر مطاري من قبل، كان بابا عم يشتغل وكنا مخبايين كذا، كان هيك كذا، لأنه لازم يكون هيك. يعني هذا بيت مو نحن مؤسسة حكومية ممكن إمتى ما قررنا نقدم استقالة ونطلع هذا عمر بده يكمل. صحيح. هاي روابط اجتماعية، روابط دم، هذا زوجة وهدول أولادها وهاي حياتها بده تكمل، فهذا البيت هي بتكمل بأنه إحنا قديش بنحافظ على بعض يعني بهاي الأزمات. فلازم هي المرأة تعرف كيف تدير اقتصاد بيتها. يعني مثلا في زوجات لما بيتعرضوا لظروف اقتصادية صعبة بيلغوا علاقاتهم الاجتماعية بشكل قوي جدا، يعني بأي حجة طبعا، وهذا ذكاء لأنه أنا بدي حافظ على بيتي بين ما تمر هاي الأزمة. مو ضروري أنا كل يوم روح لعن جارة وأشكي لأنه زوجي قاعد وعاطل على العمل، والزوج بتحكي لزوجة وبوصل كلام للزوج وبالتالي بيصير تبعات كتير بشعة. فإنسانيا واجتماعيا وأول شيء مصلحتها، يعني مصلحة ما نحكي مصلحتها الحقيقية إنه هاي الفترة تمر بدون ما تتأذى هي وولادها نفسيا، لأنه إذا كان الزوج مرتاح نفسيا فبالتالي بينعكس على حياتهم الأسرية. نحن أكيد. مجتمعاتنا يعني تحكمها القيل والقال، وشو بيقول فلان بس بتبعه، شو بينصحني فلان بتبعه، ما حدا بيعيش حياتك مثل ما انت بتعيشها. فالزوجي الناضج والذكي بتعرف تدير ازماته بشكل صح. انا بستغني عن كل الدنيا، حتى لو كان وصلت لمرحلة استغني عن اقرب المقربين لإلي لما بحس انه هم عم بيعطوني كلمات فيها سموم لحتى انه اذي هذا البيت او اذي زوجي او سمعوا كلام ما بتصير. انا قادرة انه حتى لو اكلت خبز يعني بدون اي شيء الزمن راح يتغير، ما في حالي بتضل ثابتي، بس بكوني انا عملت موقف لإلي قبل لزوجي، لاولادي قبل لزوجي. يعني لانه لازم انا اعرف دير اقتصاد هذا البيت بالشكل الكافي، واذا اشتغل يعني ما كل يوم اجي انا احكي انه شو عم بعمل، كمان بيوم من الايام زوجي كان عم ينجز. فهذا مسؤوليتكم معي، يعني لازم تكونوا اقوياء. فمشان هيك يعني نحن بنقول انه لما الانسان بده يتزوج، نصيحة هاي على الهواء لكل الشباب، شوف أم زوجتك قبل ما تشوف زوجتك. صحيح. شوف هاي الأم اللي في البيت كيف عم تتعامل مع بيتها، بعدين تأخذ البنت. يعني الانبهار الأول هو بيجيب نتائج دائما مو صحيح. يعني أستاذة واضحة، يعني منقدر منقول باختصار أنه البيوت أسرار، شو ما صار فيها لازم يضل ضمن حيطان هذا البيت. أكيد تماما، هو يعني هي بالمختصر هيك، بس نحن حبينا يعني انا حبيت انه اوضح. يعني في كثير نساء هن غير امينين على دق اسرار حياتهم. صحيح. معلش بتضوجي امسكي ورقه وقلم واكتبي، تعبانه نفسيا اكتبي شو عم بيصير معك، وبعد شوي انت رح تحسي انه ارتحتي فمزقي الورقه. لانه صحيح. لانه اي كلمه بتقوليها لما بدها تنقل بدها تكون هي عباره عن سم حقيقي لهذا البيت حتى يوصل فيه للانهيار والضياع. فبيوتكم هي مسؤوليتكم يعني، والمرأة هي عماد البيت، هي مسؤولة عن سعادته، هي مسؤولة عن إدارة اقتصاده، هي مسؤولة عن كل شيء. هي حتى بهاي المرحلة هي لازم تعطي زوجها مزيد من الحنان، مزيد من الحب، مزيد من جرعات التفاؤل والأمل، إنه
ما في حدا بضل ثابت على موقع على وضع معين. الحياة رح تتغير، الظروف رح تتغير. هو يعني ممكن هلا الناس عم بيشوفونا بيقولوا الكلام سهل. انا ما عم بحكي عبث، انا نفسي مريت بظروف اقتصادية في يوم من الايام صعبة، فكنت مع زوجي بابعد الحدود وقفت معه لحتى عديناها، لانه هو كان معي في 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 ظروفه اللي كان فيها هو مرتاح ماديا كان عم بيساعدني. فما عم نحكي هيك كلام مثالي، لا، النتائج هنن بدور الجود. فانت بقدر ما بتكوني قوية قادرة انك تعدي ازمات حياتك بشكل صح. لكن استاذة واضحة، ذكرتي حضرتك انه اليوم النساء او خلينا نقول سيدة المنزل لازم تراعي ويضلوا الاسرار جوا البيت وتراعي هذا الوضع او الحالة الاقتصادية اللي عم بيمر فيها. لكن اليوم في حال هي السيدة عملت بهدول القواعد واشتغلت بالطرق الصحيحة والمثلى، في حال الزوج كان من الأشخاص العصبيين واللي بينرفزوا بسرعة وصار يتفشش بأي شغلة بالبيت، فشلون لازم هون تتعامل معه؟ هلأ شوفي، كلياتنا في 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 أزواجنا في عيوب، ونحن أنفسنا في عيوب. بدأ هي تكون حاسبة حساب كل القضايا. عصب تتركه، هي ما بصراع بحالة هي بدها تنتصر وبدها تنتصر، كسر تتركه. يعني باللحظة اللي بتشوفه معصب هي تلتزم الصمت وتبعد. مو هذا جبر. أنا ما عم أقول إنه اليوم نحن هلا ممكن نساء يسمعوني يقولوا إنه أنت بدك تطالع الرجال أنبياء ونحن نستوعب كل هالقضية. لا، هي قضية بيت، ما أنت بحالة مصارعة مين فيكم بده ينتصر. لا، هو عم بمر بأزمة صعبة جدا جدا. ما في أقصى على الرجل من إنه هو يكون غير قادر إنه يقدم احتياجات بيته، فبالتالي عصب شو عليه وبترك بطلع على غرفة تانية. حتى لو نضل يحكي بسمع وتمام وخلص وكذا وبمشي، يعني ما في حل غير هيك. يعني لما أنا بدي أضل على طول ماسكي، أنا بدي دينك انتي بكل ما فيك ما عاجز عم تعمل شيء ولسه بدك تصيح. في نساء بيعملوا هاي انه انتي سمع عم تعمل شيء في البيت لسه كمان بدك تعمل حالك علينا ابو علي. لا، يعني هي الحياة بقدر ما يكون الانسان يتحلى بالهدوء والصبر بيجيب نتائج صح في حياته. يعني هاي في سيدي عم تسأل سيدي انه انت على مدار 30 سنة من الحياة كنت سعيدة جدا، يعني وزوجي كان بحبك كتير، شو سر السعادة؟ فانه انت كنت تنجبي له ابناء ذكور، كنت مرأة جميلة في شبابك، كنت صاحبة مال، كل هذا. فقالت لك لا، بس في يوم من الايام لما كل واحد فينا كان يعصب هاي بنعيشها كلياتنا، الطرف الثاني كان يلتزم الصمت لتخلص هاي القصة، لأنه البشر يعني قد ما عصب نص ساعة رح يهدى ويرجع لطبيعته. فقديش أنت بتتحلى بالصبر قادرة تكسب شريك حياتك، وأنت قديش بتتحلى بالصبر قادر تكسب شريكة حياتك. نعم، لأنه هذا بيت. تماما أستاذي واضحة، حكينا نحن عن في حال أنه كان في قلة بتوافر فرص العمل أو انعدامها، بس في بالمقابل كمان في أحيانا الرجل بيبقى هو خلينا نقول تنبل ما بده يشتغل. هون التصرف بهي الحالة كيف لازم يكون التصرف في رأيك؟ هلا نحن حكينا بالبداية انه لما بدك تتزوج روح طلع على ام البنت كمان. هون هون البنت على مين بدها تطلع؟ على ابوها. شوفي هذا الرجل، على فكرة الرجل من بداية حياته، في شباب من عمر 15 سنة بيقول عنه ما شاء الله هذا الشاب فهلة وقد حاله وما وحتى ما بيقبل ياخذ مصروفه من اهله، بيعرف يدبر حاله. هدول الاشخاص كمان يعني مو معقول انه زوج تتاح له 1000 فرصة عمل وهو يضل قاعد يعني مو عم يعمل شيء. فهي اكيد بهيك حالة يعني لازم تصرفاته تكون مختلفة. يعني في اهل زوج، في اخوت زوج، في ناس انا بجي بشكيلهم من الاشخاص اللي هنن مقربين، يعني بلجأ لاهل زوجي مو لاهلك، لانه بالتالي اذا يعني زوجت وخلص هذا صار قدر، فبدها تعالج القضية من هذا المنطلق. يعني تجي لعند اهله لعند الناس المقربين انه خواته البنات تحكي لهم اللي عم بيصير معاها، يعني انه هذا بيت بده يمشي، انت مضطر تشتغل اي شغل كان. خاصة هلا السوريين في دكاترة ومهندسين عم بيبيعوا كانوا على عربيات خضرة، ومو عيب الشغل حتى هو يكمل احتياجات بيته، بس انه هو يضل مستمر بهاي الطريقة لا. يعني طبعا اكيد يعني زوجي بهاي الحالة هي برأيك ما هي عم تصبر على وضع. تمام، برأيك تتوجه إلى أهله، يعني تتوجه لأهله إن كان والده أو والدته أو أقربائه؟ أكيد يعني لأهله، يعني كمان ممكن تكون الأخت البنت، الأم، الأخ، لأنه مجرد صار في سلايف وقضايا. أنا بحب أحكي القضايا كما هي في الحقيقة، يعني ما بحب جملها. الأخت ممكن تماما، لأنه للأسف عم نشوفها بالوقت الراهن أستاذي واضحة، مثل ما بتعرف يعني عم نشوف هي الظاهرة بالوقت الراهن، أنه في هو يعني بيبقى الشخص هو اللي ما بده يشتغل، بحط كتير حجاج. لا، كمان في شغلة صراحة هاي ظاهرة هلا موجودة في مجتمعاتنا. نعم. بسبب قلة فرص الزواج صارت النساء، وأنا بعتبرها خطأ كتير كبير هذا،
اضطروا يلجأوا للزواج من شباب، انه انا بقدم كل شيء بعمل كل شيء، وهي عودته من اول يوم ارتبطوا، من محبس الزواج لباقي التفاصيل انا بعملها واهلي بيعملوها، ولحتى هي مثلا تحصل على فرصه زواج، لا بلاها الفرصه كلها اذا انا بدي اشتري هذا الرجل بهاي الطريقه. كمان في يعني كمان الزوج بتلعب هذا الدور، لما هي من بدايه حياتها عودت هذا الزوج انا اقدم كل شيء، فراح يتعود، راح يعتبر انه هو هذا واجبها وهي تعمل له كل شيء. يعني وفعلا هاي العلاقه كثير منتشره. كثير بنشوف حالات انه الزوجين ما بقى في عندهم عمل، لا الزوجه ولا الزوج. هي الحاله شلون ممكن تاثر على العلاقه او على الاسره بشكل عام؟ هلا نحن يعني صراحه ما بدنا نقول انه نحن مثاليين، هي بدها تاثر، مستحيل ما تاثر. يعني مثلا احيانا بصير في برود بالعواطف تجاه بعض شديد، مثلا بيكونوا هدول الاسره قديش مثلا معتادين على قضايا مع بعضهم، من فنجان القهوه الصباحي للاحاديث لكل كلها بتنتهي، لانه اثنين عم بيفكروا كيف بكره بدي امنوا لقمه عيشهم. تمام، بس هلا يعني ما في شيء اليوم بنقول انه لا يمكن انك انت توجد فرصه عمل، ممكن توجد فرص عمل بسيطه جدا جدا بتامن لك يعني اقل احتياجات الحياه، وهدول الاثنين يعني هم هو زوجته يتفقوا على انه انا وانت حتى لو من خلال البيت، لو من خلال اي قضيه صغيره، يعني احنا نامن احتياجاتنا الاساسيه لحتى نلاقي فرصه عمل. اللي بيبحث عن العمل اكيد يعني مستحيل رح يلاقي، انه ما في فرص عمل متاحه. فرص العمل في سيدات هلا عم بيشتغلوا على فكره، يعني بحياتهم مو مشتغلين، هاي القصص انهم خريجات جامعه بيشتغلوا اجبان والباب من بيوتهم وبيسوقوا وبيبيعوا، رجال عم بيجيبوا، يعني انا بعرف رجل سوري هو مهندس مدني عم بيجيب من معمل احذيه وجايب ماكينه وحاطها ببيته عم بيشتغل، هو ما بده يخيب يعني يخرب هيبته امام الناس، بس حاططها بغرفه بيشتغل فيها، وبيروح بيودي البضاعه بدون ما حدا يعرف شو عم يشتغل، يعني بيدور على فرص العمل هي موجوده. نعم، رب العالمين قال لازم الانسان يسعى لحتى يلاقي الطريق لرزقه. استاذه واضحه، بس هو في سؤال يطرح نفسه، هل في حال عدم وجود فرص عمل او اتاحه فرص عمل سواء كان للزوج او للزوجه، هل هذا مبرر لانه يدفعوا الاطفال باتجاه العمل؟ يعني هل هذا مبرر؟ احكي لك شغله، هو مو مبرر، بس بنفس الوقت هلا انا امبارح كنا عم نحكي بموضوع كثير مهم، السوريين نحكي عن موضوع التعليم، الناس صارت تحس بهاي الفتره، الناس اللي اجوا هن متعلمين وخريجين جامعات وتعبانين على حالهم لحتى مخلصين شهادات، اجوا تفاجئوا بظروفنا الصعبه انه صاحب المهنه او صاحب المصلحه عم يشتغل اكثر، مأمن بيته اقتصاديا اكثر، الاولاد صاروا يشوفوا مثلا اخواتهم الشباب اللي هن خريجين جامعات ما عم بيلاقوا فرصه عمل حتى لو طلعوا من الجامعات التركيه. فهي القضيه كلها تركت اثر بالمجتمع. طبعا عماله الاطفال نحن ضدها قولا واحدا، بس كمان في اولاد هن غير ناجحين دراسيا، يعني مو معقول تجي انت يعني تضل عم بتحطه بهذا المجال وانت بتعرف انه هو ما رح ينجح، ممكن يتعلم مهنه يكون في المستقبل ناجح فيها، طبعا يعني هذا بسن ال 16 سن ال 17 مو بالعمر الصغير يعني. طبعا انا ضد شغل الاطفال في سن مبكر قولا واحدا، بس كمان انا ضد انه اذا ابني مو ناجح دراسيا ضل حاطته بهذا المنحى لسنوات، وبعد فترة أنا أكتشف إنه ما عمل شيء وغير قادر يتعلم التعلم المهني بده سن صغير، يعني بال 16 وما فوق يعني. فالقضية إنه نحن كيف نتعاطى مع كل حالة، يعني أنت ما فيك تقول أنا مثلا كل الأطفال اللي عم يشتغلوا هاي حالة غلط، لا، في أطفال بشغلهم تعلموا مصالح أنجزوا صاروا نافعين في مجتمعهم مثل الدكتور مثل المهندس، مجتمعنا بحاجة كل هذا الخليط يعني. ومو غلط إنه الولد يتعلم يتحمل مسؤولية في سن، طبعا السن اللي أنا بعتبره إنه من 16 سنة فما فوق، مو غلط، لا بالعكس، سواء كان بنته أو شاب لازم يخوضوا تجربة العمل المبكر لأنه هي بتنجحهم مستقبلا. صحيح. السيدة واضحة العثمان باحثة اجتماعية، كنت معنا للحديث على آثار البطالة على العلاقات الأسرية، نتمنى لك يوم سعيد وكل الشكر لحضرتك. الله يخليكم يا رب، وإن شاء الله هيك بترجع أيام السوريين كلها صح وأيام كل الناس سعيد يا رب. أكيد إن شاء الله. مشاهدينا، لهون نكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، على أمل اللقاءات بصباحات أخرى. مشاهدينا، بتقدروا تتابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية الظاهرة حاليا على الشاشة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.